الشروق تحديدي هي الكعكة وقمر المصور. احنا وفانا محقق ورايحين هلا على محكمة المحاماة عشان نشوف ايش تحديد. احنا من مدرسة الشفاء من الصف الثاني. تعالوا يلا. أول سؤال، تحبون إيش هي أنواع المخلفات اللي تطلع عندكم من المدرسة؟ يعني زي ما إحنا شايفين هذا الورق. احتمال العظيم مستفيد منه اللي بتحول على فيديوهات بس احنا ممكن. طيب مثلا يعني ما بتكسب ايش عندكم في اللحمه؟ لا اللحمه الحمد لله مش عندي لانه اول والدجاج الدجاج اول مره يعني حتى يعني لو مثلا كان هيك زاجه طايشه زي ما بيقولوها ما في ناس بغشوا اللحمة بحطوا عليها زي هذا الكتم اللي احنا شايفينه.
فينا الأزرق، في ناس بغشوا بحطوا ختم تاني. طب كيف أنت بتميز؟ حكي خبرتنا كده حبيب، نعرف هذه إيش هذه، حتى وهي مطبوخة بعدين. كيف؟ هو طبعاً في الطبق ستات البيوت بيعرفوا، بس كيف أنت هيك بتميزها؟ أوكي، بالنسبة للمستورد مخطوب زي يقول السوداني، مخطوب ختم على مستورة لحم سوداني، مكتوب عليها الختم. ذبح المسألة مكتوب عليه ذبح المسألة. طب انت واجهت مثلا زي هاي المشكلة انه اجاك اشي مخشوش طبعا انه ختم تاني؟ طبعا لانه انا بشتري لحم بيدي، وزع المسألة بشتري بيدي، انا بلاقي لحم بيدي. هسا ليش بتم انه تختار مثلا الدجاج من المسلخ امانة عمان؟ يعني هل انه هي اكثر طريقة أنظف طريقة؟ شفت جبت عمود جبت هذه الشركة، فشفت الله مش دور في المصنع. طب في مثلا شركات بكون تحت الشرطة كثير يعني كثير منها، ليش ما تعاملت معها مثلا؟ والله تحت الشرطة الله مش اوكي. هلا ممكن تدلنا عن هاي الطريقة اللي كانوا يختموا الأختام هاي إنه يدوروا اللحمة، كيف يعني تكون طريقتهم اللي نفس الختم ما حدا بيميز؟ كمشتري إحنا طيب شكرا لك سيد احمد من ملحمة. الحمد لله.